ورضا يتحرر من ربطة العنق ويخلد إلى الراحة. قالت مصادر مطلعة أن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي استفاد من عطلة قصيرة لأخذ قسط من الراحة بعد عمل دبلوماسي شاق. وانتشرت صورة لبوريطة وهو متحرر تماما من اللباس الرسمي وربطة العنق. وكانت مصادر قد تحدثت عن أن بوريطة مرشح بقوة للبقاء على رأس وزارة الخارجية في حكومة أخنوش.